اعتمدت الفنانة اللبنانية مايا دياب طريقة جديدة بارتداء المعاطف الشتوية اللافتة والمميزة، فاختارت تظهر بلوك جديد وقامت بوضع المعطف على كتافها بدل ما تلبسه بشكل كامل. بهالطرق بتتميز مايا بالموديلات الملفتة للنظر والمثيرة للجدل، لأنه مثل عادتها تبهر متابعينا وجمهورها بكل جديد. والجديد ذكره أنه مايا كانت شاركت مؤخراً متابعينا أجواء تحضيراتها لعملها الجديد من خلال نشر صورة من كواليس العمل عبر صفحتها الخاصة، وعلقت على الصورة وقالت: لهالسبب بينبض قلبي، غنيتي قريباً. لتعرفوا كل أخبار النجوم يلي بتحبون زوروا موقعنا الفن.com، وما تنسوا تعملوا سبسكرايب على تشانل الفن على يوتيوب، واعطونا رأيكم بهالخبر عبر الكومنت سكشن موجودة أسفل الفيديو.